هاي أنا كار. سؤال اليوم هو إذا شربنا صودا فيه غاز وأكلنا بومبون فيه مونت بينفجر بطننا؟ لا أكيد لا، بس إذا فتحنا القنينة بسرعة تبع الصودا اللي فيها غاز حطينا دغري البومبون أوكي بتنفجر وبتفور، بس وقت نشربها أول شي بنفتح القنينة بيكون راح الغاز، نرجع نحطها بالكباية بيكون راح الغاز، وقتها بنرجع نشربها بيكون خلص ما بقى في غاز ابدا، وحتى وقتها ناكل البونبون بيكون ديب وخلص ما بقى رح يصير فيه رياكشن، وهيدا بيكون جوابنا لليوم.